ان شاء هناخد الله يعني. نفس نفس كده عميق وايه، ونتكلم عن ماتش الاهلي وسموحه. تمام. عايزين تقول لنا كده، شايف الماتش ازاي، وشايف المواجهه هتبقى عامله ازاي، وايه التشكيل المتوقع؟ طبعا ماتشات الكاس ماتشات لها طابع خاص، خروج مغلوب، ماتش ببطوله يعني، انت فاهمه ازاي؟ عشان كده الفرق كلها سواء تبقى طالعه من الممتاز به او موجوده في الدوري بيبقى همها انها تبذل اقصى جهد، عشان ده ممكن يخليها تاخد بطوله اللي هي استحالها تاخدها في بطوله زي الدوري، ان الدوري طويل ومحتاج نفس طويل ومحتاج لعيبه كتير ومحتاج حاجات كتير قوي. انما ماتش، وشفنا انديه خدت كاس مصر قبل كده مجرد ماتشين ثلاثه خد بطوله، فطبعا ده صعوبه المباراه. صعوبه المباراه كمان ان النادي الاهلي يعني فقد النقطتين بتوع نادي المصري داخل على المباراه اللي جايه دي، مباراه صعبه مع فرقه كويسه، مباراه قبل نهائي مش ادوار تمهيديه او صحيح. ادوار اولى، دي مباراه خلاص اللي بيوصل بقى للمربع ده بيبقى يعني صعب. ناهيك بقى عن اي فرقه بقى سواء دوري او كاس بتلعب النادي الاهلي تبقى داخله بتسن السنان سن السكاكين. وبتعمل ايوه وبتبقى كلبشات، مظبوط، بتدي كلبشات يعني مش دفاع. بتدي اكبر حاجه عندها، عندها لدرجه الناس بتتفرج تقول هو ده النادي الفلاني اللي كان بيلعب من يومين مع فرقه مش عارف ايه، ده لو لعب كده ياخد الدوري. ايوه، ما بيطلعوا المقوله دي كل على اللي طول. عندهم قدام الاهلي، كل المهارات فمباراه بتطلع صعبه. بالظبط. النادي الاهلي لازم يصالح جمهوره من الماتش اللي فات. كاس زي ما قلنا ما فيهوش تعويض، فلازم استغلال الفرص كويس قوي قوي من المباراه البدايه من الاول خالص. مش عايزين نوصل لممكن لا قدر الله في اخر الوقت كره طايشه زي ما كان بيحصل، ممكن نوصل ضربات جزاء بتبقى 50-50، النادي الاهلي ما يحطش نفسه في الحته دي وحمل على اللعيبه وضغط على اللعيبه. فلازم من الاول يضغط على فرقه سموحه كويس قوي، ومعهم طبعا مدرب كويس، يضغط ويبين للفرقه اللي قدام لا انا هكسبك النهارده عشان انا عيني مش هنهاية على البطولة إن شاء الله. إن شاء الله. يمكن إحنا كمان بنتكلم إنه إحنا ماتش الأهلي وسموحة بكرة، ماتش الأهلي والزمالك يوم السبت، طبعا بعد كده أنت رايح كأس العالم، فأنت عايز تروح كأس العالم وأنت الدنيا هادية معاك، لأنه غلطة بكرة هتبقى ببطولة. ماتش الزمالك طبعا احنا عارفين ده ماتش كبير، الاهلي تمام. والزمالك، فطبعا عايزين نروح مرتاحين. خلينا نروح لتوقعات حضرتك للتشكيل. هل شايف ان ممكن كولر يدفع بالصفقات الجديده، عبد المنعم، بيرسيتا، وطاهر راجعين، هل ممكن حد فيهم ينزل؟ لو الاصابات يعني رجعت وبقوا مؤهلين ان هم يبقوا كويسين، طبعا عبد المنعم طبعا هيبقى موجود. ممكن يدي فرصة برضو الصفقات الجديدة عشان برضو ممكن يدفع بيها في ماتش الزمالك، لأن هو عينه برضو على خلي بالك كأس عالم الأندية، فلازم الصفقات الجديدة دي مش هياخدها معاه وهم ما لعبوش مع الفرقة خالص، صح؟ فلازم، وإحنا خلاص قربنا مفيش فرصة يعني، فلازم هيدفع بالناس دي عشان ياخدوا على الفرقة، يبقى في تجانس يعني، فلازم هيدي طبعا وقت للناس الجديده. التشكيل دلوقتي ما شاء الله طبعا اللعيبه بقت كتير الحمد وفي لله. كل مركز اكتر من لاعب يستحق لله. ويلعب الحمد لله، ربنا يحميهم ويثبت ايامهم ويبعد عنهم الاصابات. ايوه، فطبعا بالنسبه له طبعا بالنسبه للمدرب دي تبقى حاجه كويسه ان عندي اكتر من لعيب جاهز اقدر اختار على حسب الطريقه اللي هلعبها وعلى حسب المنافس اللي انا يعني هلعبه ايه. تعودنا كولر كمان من اول ما جه من ماتش المنستير اول مباراه رسميه ياخدها لغايه النهارده تقريبا 22 لعيب او اكتر بيلعبوا رجلهم في الملعب، ما نقدرش نقول اللعيب ده اصله بقاله كتير ما بيلعبش زي ايام موسيماني اللي كان معتمد على 14 لعيب وخلاص الناس تانية ماتت. ايوه. وال 14 ماتوا ولا وال 14 ماتوا كلهم، فاهم ازاي؟ فهو عنده تشكيل كتير، مره نشوف شادي، مره نشوف محمد شريف، مره نشوف سافيو، مره نشوف الشحات، مره نشوف قفشه، مره يعني نص الملعب حمدي فتحي، ديانج السوليه، سوليه حمدي فتحي، الديفندرات او الاثنين المساكين محمد عبد المنعم، ياسر ابراهيم، نشوف محمود متولي، نشوف كذا يعني ما تقدر. وصلنا لمرحله ان احنا مش قادرين نتوقع مين التشكيل الموجود، غير بقول لك الوقت اللي قبل كده، الوقت اللي قبل كده كنت عارف فلان وفلان 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 وخلاص مستنيين بقى ربنا يستر وربنا سهل. دلوقتي هو
لان برضو المدرب هو اللي عايش مع اللعيبه وشايف حالته البدنيه والفوقان بتاعه في التدريبات اللي هي قبل المباراه، فهو اكتر واحد يقدر يحط تشكيل مناسب يعني. صح. احنا كابتن محمد حشيش نورتنا، وان شاء الله نتمنى الفوز جدا للنادي الاهلي. ان شاء الله. وخلصت فقرتنا، بس قبل ما نختم عايزينك توجه كلمه لجماهير النادي الاهلي. جماهير النادي الاهلي، انا بقول المقوله دي دايما، ان هم الداعم الاساسي للنادي الاهلي، وهم السبب الرئيسي في حصول النادي الاهلي على نادي القرن قبل كده. شايفينه الفتره اللي فاتت، شايفين الجمهور الفتره اللي فاتت بيدعم في الفريق وهو متعادل وهو ما جابش جوان وهو مغلوب 1-0 مثلا في بداية المباراة، داعم لغاية آخر لحظة. ودي مش جديدة على جمهور النادي الأهلي، كلهم شباب اللي بنشوفهم في المدرجات زي الورد. ولو أنا متأكد إن لو الدولة تسمح بإن أكتر من كده عدد يروح المدرجات، هنشوف جمهور النادي الأهلي ده مفيش زيه طبعا في مصر كلها وفي الشرق الأوسط كله. جمهور كبير جدا جدا داعم، وان شاء الله بقى الحاجه الاخيره بقى على اللعيبه وحماسهم وقوتهم وتصميمهم واصرارهم على المكسب يا رب باذن